انزل ولا ولا انزل يا ولا انزل يا انزل ولا ولا يعني مجنون ولا مجنون ما طلعني من تيابي انزل قالك انزل والله لا دعسك والله لك تفوق عليك فيك تروح شوي شو بدك تصرخ على الصبر ما تتدخلي ما تطلعي ما حدا يطلع بوجهي انزل يا والله لو امسح فيك الارض مسح يلا عن انا فرجيك كلك كلمة انت انا فرجيك طمن على القهوة منو هذا ما حدا يقرب علي ولا اقرب على حدا ها انا مجنونة ما حدا ما حدا بيعرف اني مجنونة اولاد نايمة طيب على الصبح فيك تروح شوي ما خصك ما حدا خصه انزل انزل يا انزل مع مين قربي 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 ما وقتك هلا قربي الله معك روحي والله للم العالم عليك والله بدق بإجري لدعوسك انا بفرجيك يا استاذ روق روق انا بفرجيك خلص ما خصك انت ما خصك كل واحد فوت على بيته ها مرحبا يا جيران هاي كيفك شوفي شوفي العمى بقلبك وستين قلبك ولك بس بس اخ شوفي شوفي هالصغير طلع ضغطي جننني مين جننك جننني عمين عم مين عم تعيط والله لا دعسه لأفر مفرم قدام العالم كله من هو من هو من هو هيدا من هو هذا اللي قاعد بالسادس هون فوق هيا سادس اللي فوق هذا زياد ها بالسادس ها لك ايه لعطي هون مثل ال مثل يا حي هون جماعة السادس ما في حدا بالسادس أصحاب السادس مسكرين من سنة مسافرين مسافرين لك شو مسافرين مين زياد في عنا زياد ما في زياد لك زياد الشامي مين زياد الشامي لك حدا اللي بيشتغل بالكمبيوتر بيلعب لي قال صور وبيعمل لي قصص لقراء لك ايه لقراء عاني ما زياد الشامي ما ساكن هون أنا بعرفه وين ساكن لزياد الشامي بالحي التحتاني بنات البقص ماطي شو عم تحكي وين نازل عم بيلعب على صوتك أنت كمان بالحي التحتاني ما توخذونا يا عوادي ما توخذونا كل واحد ينضب على بيته والله لا والله لا دعوسك دعوس انزل ولا زياد ليش هون تحت تحت طب من هون نبلش فيه ما بيقصر لا ما شو اخوه انزل ولا زياد انزل انا مجنون